وعجبا لك يا ابن عباس. ابن عباس أو لياب أياد ليه ذهي أيوي أترى الناس يفتقرون إليك وحضوم لينيسا إن إددك كوباها دونان وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم يدو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أي شوغان وأي كمديهين رقبا أو وين عمر أو بكر عثمان علي ابن مسعود أبي ابن كعب صحابة بدن وين يجو شوغا واحد أم لين يسايو يلي إن الله جو باهن دار وحون أولادي وإلى هاي قدري إنه أركه ابن عباس ومدك دب ضدك قصة أروريو رسائل كعلم قال ويدين أيو فإن أعززتموه عزة هديعة علم جاس عزيزان وعزوبي وإن ذللتموه ذلة هدي أدليسانا علم جاسق الدلوبي والعلم يؤتى ولا يأتي علم جوالوي ما ضايع تقدتك ومتى جايبوي تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العلم فإنهم اليوم كثير وحنكو يريبو يري إن كان أي نرادين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت آد بيئو بديهين وحنكفا إذي سنين علمك أيو يري حنكو يري ابن عباس صحابي وعجبا لك يا ابن عباس ابن عباس لياب اياد ليه ذهي ايوي اترى الناس يفتقرون اليك وحضوم لينيسا ان اددك كوباها دونان وفي الناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم يدو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اي شوغان وأي كمديهين رقبا أو وين عمر أو بكر عثمان علي ابن مسعود أبي ابن كعب صحابة بدن أو وين يجو شوغا واحد أم لين يسايو يلي إن الله جو باهن دار ابن عباس رضي الله عنهما وسكر دقائقينك جوان كيسي يو جددسي يهدف كيسي كما وليهن لم يفوت في عزمه ولم يبالي في تثبيطه وكذا قاقي إن بدن أو إن جمد آه مرك الله يرضى وحما بركتيد ده بعد نقطي عرف كيف كاوين هذه علماء ويب بدن تهاي ما إن لقوا بهنا يا أم ولا إني صادقة يا وحوي دين يا مرك الله يرضى dad badan oo inaga inaga mid way ka niyad jabaan inay wax bartaan ibn abbas go'aankiisi iyo hadafkiisi iyo ujeedadiisi kama u leexan in sarfa an u ka dhaqaaqay maa sigari sinni wa niyar waqtiga ibn abbas daadiisu waxay culimadu tilmaamayaan inay 15 gaadin fursad badanna inay ka tagtay ayuu dareemayaa marka أو غسودي تبوك هيو ما لو وين النبي صلى الله عليه وسلم وقت كقاتي بلو أو صحابة أو جو الرمي أو حديث بدل لك جو ريينا فرصة مهلة مركاوح والربائن واستبق بتو وكذا قاقي ابن عباس وحوليه وأقبلت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحام بلا بين صحابة رسولك قابله مد مد إن نقابله وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل أديو نن حديث جسوا قالوا الله يرحمه نكا أيا النبي صلى الله عليه وسلم حديث كيسي هيا هدي الله يرحمه ذنا وأن دقاقي فاتي على بابي الباب كي سهرتي سايان مناي وهو قائل isagoo iska qayloshanaya oo hurdaayaan imanay oo waqtigii dhuhur ka oo kale waxaan karhayay buu leeyahay ibn abbas inaan ka toosiyo hurdadii inaan ka toosiyo ayaan karhayay halka ayaan go'a dhiganayay oo dabayshu ugu dhacaysay oo boorka iyo carradu ay jirkayga huwanayeen iyo maryahaygaba eedna waxaan soo baxayay saxaabigii lacalahu
إنه زيد بن ثابت أها لأنه هو أركى يا ابن عباس نبي أديرك صلى الله عليه وسلم ويل كيسي أو جرجي صهر كيفا أو بارك خدعي يا ابن عم رسول الله رسولك إلى يا ابن عم رسول الله رسولك إلهي أديرك إنك كيسيو هلا أرسلت إلي فأتيك مياد عد يسو ديرتد وكوي من لها يقولي حي قدرين يا صحابته نبي قادر كي بعد ابن عباس وحي كم رجعنا يعني إنه ابن عباس قريه هورتو ده كده يعني هاي أو باركو كده عايو طلبا للعلم أنا جاي كوي من لها يلي ابن عباس وحورين كلي لا أنا أحق أن آتيك أنا جا أيام مظن إن أن إذني ماتوا وينين تو علم هذا وينين يو وينين تو علم جا وينين يو درتين أنا أحق أن آتيك أنا جا أيام مظن إن أخوي ماتوا وقت أيك سوريجي نك دلير تاها ابن عباس كورين شري ابن عباس هو وحظو ملين إسرائيل يدخل وحكمودي دونان مالين واحد ملين إسرائيل وحلق ويدين دونه ما واحد ملين إسرائيل لقوا باهن دونه وحون أولادي أو إلهي قدري إنه أركه ابن عباس أو مدك دب ضد قصة أروري رسائل كعلم قال ويدين أيو أو الله دواق أيو يا أهل التفسير حلقة للصوف وحين أيو تفسير كي ويدين أيو يا أهل القرآن للصوف فريسان أيو هو يرين أي قرآن كيدت كوبر أيو يا أهل الحديث مركا ليد هذا الصو أورور أيو ودت كهذا نوح وفائدين أيو فائدين أيو يا أهل الشعر وأخبار العرب مركا ليد هذا الصو أورور أيو فائدين أيو قلوا والبا يو مسألة والبا يسوع كجواب يا مركا وغركي أيا وحورين شريني كدلير تاها هذا الفتى كان أعقل مني ويل كان دلير تا ويجا عقل بطنا وقت كان أورنا أيه وحدو ملين إسرائيل لقوا باهن دانو أيوة أتكيست وحوي ابن عباس كو جاري هدف كا يوجد ديسا أنا أحق أن آتيك أنا جا مظن إن أكو إماتو سجع علم جر هذيني العلم يؤتى ولا يأتي علم جا والله يماتا سبو كسورة الماي وحال قوري يا إمام كوين إمام مالك رحمه الله تعالى إنه يرد وحان أصوغ لي هارون الرشيد وخليفة الخامس دولة العباسية وأمير كيشانات دولة دي عباسية انت ونك أغم مقعديرا نزاهيدة ومجاهدة علماء دقوة ناكسن أذ أضيقنا أنا كمدين أيها هارون الرشيد هارون الرشيد بانو صوك لي بويل إذن هارون الرشيد أيا وحلي هاي يا أبا عبد الله ينبغي أن تختلف إلينا وحاول أكسن إن أضنوط ما أضو أضنقص ونقنقطو حتى يسمع صبياننا منك الموطى إلا أولاد دينو أما سي أي أولاد دينو كاقر دقيستان كتاب كاقر موطى كتاب عجيب بدن كتاب الموطى وحايس كلا إمام مالك رحمة الله عليه كتاب كاقر إلي أولاد دينو كاقر دقيستان شعلان لهم بورا نوتي ماتو كتاب كموطى وكتاب كإمام الشافعي أولي هاي وأنفع كتاب بعد كتاب الله إلهي كتاب كيسك بعدي وكتابك أغن نفعك بضلني هذا الكاس إمام الشافعي علماء وحي إلى هذين وحكو سابسي هاي قيب تأسانيد كتاب كاس كتابك هو إلا كتاب صدح قيب أضل قيب أسانيد إيو قيب بلاغات ليلة هذو إيو قيب ليلة هذو مراسيل قيب تأسانيد وقيب إمام الشافعي عليه أنفع كتاب بعد كتاب الله إمام البخاري رحمة الله عليهنا مركوليه أصح الأسانيد وسلت كمالك عن نافع عن ابن عمر وين كتابك قيمها بضل
أي أمير كمسلمين توحو كعد سنة يا إنه قريج سوقي ما دوسي يا أولادي سوف يديسته أفر سجوابته إمام مالك رحمة الله عليه وحكور إمام مالك أعز الله أمير المؤمنين إلهي أمير كمؤمنين تها عزي ودعي إنتنا جوابتي سيني أعز الله أمير المؤمنين فإن العلم منكم خرج وحكور علمي قو إذن كأيو إذن كذي من دي علمدو حير هذين وحا حكمة كم إذا يفهم كداريقا قفوا إنه يقانو عدو الله الله قفوا إن الله الله يسو يمركض قف مسؤول الله الله يسو يمركض أمير المؤمنين الله الله يسو وإن يكوك لدويه أعز الله أمير المؤمنين بوي ما هو أدني كوي من مايو كوي من مايو وهذا القيح على غير بين النفتي زوها لسكش أعز الله أمير المؤمنين إلهي هعزي أمير كمؤمنين تأه فإن العلم منكم خرج علم يقولك يدك يمد هارون الرشيد وحو قال يا أسل كيسو عباس بن عبد المطلب أيو قال يا نبي قوح يكوك الميان عبد المطلب أيو كوك الميان وكوحو حسوسي علم قال يا قرطري قويسكين هداتهين آل بيتك أيو إذك يمد يقول فإن العلم منكم خرج فإن أعززتموه عزة هديئات علم قاسق زيزان وعزوبي وإن ذللتموه ذلة هديئة دليسان علم قاسق الدلوبي والعلم يؤتى ولا يأتي علم قوالوي ما داية إساقو ضدك أمتك أيوك جواب تاس أيو هردعاس يأرارتا دير أو أصبي سنعي علم قوالوي ما داية إساقو ضدك أمتك أيو هردعاس دير أو أصبي سنعي أمير المؤمنين وهارون الرشيد وحوها نين علماء ذي علم قدريه ما هو لنين وذات كان يرى مسكين كهال صاحره الديدين وأولادي ذي قرق وقوي ماده وحوه يري صدقت رمبط شاكته وعدب علم قوال لرات سداي إساقو كمسور رات سدو لأن أولادي سيب الله الله وحوله أخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس أرضوا مساجد كهذا ولا صور دقيس السد أيضا تقول صور دقيس سنية أولادي سنوحهم أمري هنا صور دقيس تان احترام يو أدل يو وينين يو قدرين يو تواضع وخليفة المسلمين علم جي أهل كيس أهيو أيا كم وقنا يا هذا الكاس ابن عباس مركو معلمين تيس علم جي وكرت سنية وتجي وحولها أنا أحق أن آتيك أنا مظن إن أخوي ماتوا أميرك مسلمين تنوحوا لي هاي مركا وقدرين يعلم ذي أهل كذا أخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس أولادي سوحوا لي أرضا مساجد كهذا صدق ضدك وصور دقيسين يعني أرضا يدخلوا وصور دقيسين علمي ما أنت هاي نقا معلمين تا قدرك إيه وينيتا إن الله يعي نجم مضناين إن نجم هيا عالمين تقوليه إن الجوعان وحال إذا هذا معلم ما قبصدي ولا قبصدا معلمين معلم ما قبصدي ولا إذا هذا قرقي يجوع ريال كي قصدا يصدا أبو حقول ربا معلم وحال غي أبو إن له عن أنتو واحد جست أولاده إن له لحظ صابته ما وقت قال غي أبو وقرقي بالله أبو يرنيه إن علماء كميلا وحورين شيء، وحي أورنا يا مري معلم ما قبس ذي وريان لبو قبس بورج، يا لبو قبس، معلمين تو يا علماء تو يجا مدن إن لوجو تبو جوابها علم جاي كهيان ولا جت فايدس، تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل تعلم علم بره فليس المرء يولد عالما قفك سوى عالما ما صدش علم قوال برطا وإن كبير القوم تلك الروح أوين
لا علم عنده ما كنا علم لهين صغير ومدير وي إذا التفت عليه الجحافل وإن صغير القوم تلك متك أبوير إن كان عالما هدئه يهي عالم كبير إسقى يوين إذا ردت إليه المحافل مركا أرنكا يتلظى إسقى الله لنغضو إسقى يا نقني نكي وينا علمي يا أقون أيا أمير كي مسلمين تو كقدرني ابن عباس وقيس كي النبي صلى الله عليه وسلمنا الباب ظهر تذوح ولا تاجين هي وطلب العلم سجع علم هذين هي مركي ومض النوع هاي أمير كوي كير احترامي كيرنا كوي احترامي معلم كو أرضيك احترامي أرضيكنا معلم كقدرنا هي مضحضو أي ضدك أي ماموليان قدرين أيين علمضونا أي مضحضو ضد قدرين أيسي تعاملك يردقان ككدحيا ومضو النوع أيوها إمام الشافعي رحمة الله عليه أيوحو إمان أي إمام أحمد إمام أحمدنا وكيّر إمام الشافعي ديدنا أردي ديسي أي إمام الشافعي والله هذا يوحي كليه ووحدو إمام إساد صوب وقنيسا إمام أحمد إساقو كاير وابنين كاير سيد صوب وقنيسا أدوغو إمام كيوينا لأن إمام شافعي وحوقو جوابي يا لبدن بيت قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لا تفارق منزله إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له حي الهذيب الإمام الشافعي يزورك أحمد أحمد باكوزوزياتي وتزوره أدوغنا وأبوقتي قلت الفضائل لا تفارق منزله وناك يفضل يقيمه ودنبه قريجي سأيو يا الله أحمد أيوي وناك أردن أحمد بالي باكوزي إن زارني هدو إصاب وغضا فلفضله وفضله إيسا أو زرته أدي أدوغ عن بغضنا فلفضله وفضله إيسا فالفضل في الحالين له لبدا غوربا اسغا يا فضلي قال حي علمدو تلمامان امام الشافعي رحمه الله عليه مركه بغداد كسو بحاي وحو بغداد كسو بحاي اسغو قويي او معانقين يا امام احمد لان الشافعي حوله رحمه الله عليه ما خلفت في بغداد افقه ولا أروع ولا أزهد ولا أعلم ولا أخشى من الإمام أحمد وقال ذي بغداد كيم الضي كجمان إمن قف كفقه بضن وكالزهد بضن وكورع بضن وكأقوم بضن وكألك عبسد بضن إمام أحمد إمامي أهل السنة والجماعة هكذا وإمام وين وحوق الدرينية كي كيرايا قوتلها أفرسو إمام أحمدنا صدو إمام الشافعي سبنا وقدرنا إمام الشافعي رحمة الله عليه إمام أحمد أي أدعي جريه بيك قبل صلاة الفجر اللي السحورتا أيوك رجري نفتي سيدنا أدعي نوح ورجري اللهم اغفر للشافعي إلهي الشافعي دمي صدا اللهم ارحم الشافعي إله شافعنا حريص اللهم ارضى عن الشافعي إله شافع قال كن قيولك إنك سي صالح وإمام أحمد ويل كيسي أيام مقلي يسوى به مرر بدن كد عين يا ركاس وحوري يا أبتاه أراك تدعو لشافعي كثيرا أبو وحن كواركا إمام الشافعي أدقو إن بدن دعينا يندحو كوري يا بني ويل كيقي يوم ويل كيغي يوم أتدري ما مثل الشافعي شافع متقانا قيمهيسا وحكولي لا أبو قرن ما يعيشك إبر وحكولي مثل الشافعي كالشمس للأرض وكالعافية للأبدان إمام الشافعي أدات ربطاب وإن أكبر التتساليهيسا إمام الشافعي وصدق الرح دول كايو بها انتهي وقرحوا كلي
سيدا يقرحضوا البلك أو تهي أيودتك وياهي. وكل عافية للأبدان عافماتك سيدا الكبك وقبا هيا هيا بانا لو قبا هيا هي. وهل منهما بديل لبدو ذاس يا لغا مارما بلكنا قرح كما مارما كلكنا عافمات كما مارما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوا فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم علمك دتك حنبار سنا مركي قيميين يقون قيمائي يشن علمك با إلالي علمك أيا ويني. ولو عظموه في النفوس لعظم أديا يدتك نفوه كويني لهين قيمها علمك أنا يقنا ولوينين لها ولكن أهانوا والإهانة سعلم هذا أدو يدا يو لعقتا يو مضحتين مدا يو شقضا يو مدعا يكوين وين علمه يعني علمه نو إهانوا بي أهل كيسين وي إهانوا بي مركي أدو يدي لويناتي محياه بالأطماع حتى تجهما أهان ودنس محياه بالأطماع حتى تجهم. الإمام ابن القيم أيوح كتاب كيس لرى إعلام الموقعين عن رب العالمين أيوح كليه العلماء هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء علمضوا وحي أرلد كيه سدى أي حدقوه سمد كيه هذه أي سمدة أي سمدة حدقة لا دهي دولك حدقه سنوى علماء يورجي بهم يهتدي الحيران في الظلماء يتكلون سن إبادة يسن الشركة كتيرا إيجا أقولتو ذا يوكوها نونا ضدكو نباهدا يعلماء أقبان أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب باهدا كنتدا يوقبان يعبتان باهدا يوقبان وحكب الباهظ الضفاء العلماء القبائل ابن عباس ولا لي الهديان يقصون قلنا رضي الله عنهما سو كهض لي صدع علمك وأراد شري أيوح لي هي آتي إلى باب أبي بن كعب باب أبي بن كعب أين الباب كي سيمن شري وهو قائل سو هردة فأقيل على بابي الباب كي سيحني ولو علم بمكاني حدي أبي بن كعب وقال لها هل كان كيفنا لأحب أن يوقظ لي وحج إعلان لها إن ليتوسيو لمكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان كتاكنا رسولك درتيت رسولك هذا كبار هل كان كتاكنا يسدي رسولك وحج إعلان درتيت ما هو سج إعلان إنه سي كيف بيقول وحج إعلان لها إن ليتوسيو لكني أكره ذلك لكن وكره سنجري أرن كاسيو اسكمان وشيغي جرين الباب كان مو قراعي جرين منو دلبن جرين إن لو توسيو السبعي وحاكلو ابن عباس لي هاي لما فتحت المدائن مركي ضدك مسلمين تو أي قوش أي برارها هلين أي بلدان تيو ودمضة فربض الله فرطي ضدك أدوية دي باو فرنطي وحيكو جيستين أدوية وأقبلت على عمر رضي الله عنه سوحوا لي أن أوحان كم مشغولي وأن أصو تيستون قابلي عمر رضي الله عنه يعني كي يتعلم منه ويستفيد سوحوا غبرته أو وقفا يديسته دادكو كلا هدف دون كلا أجيد دون كلا مراد دون كلا هم دون كلا الدمع دون لكل بني الدنيا مراد ومقصد وإن مرادي صحة وفراغ إن قبل يبا وحولي تدكو جددو يا مقصدك هو كالدوية أنا قبل مقصد كي بوحوي صحة وصحة وفراغ وعافمات قب هي فرصة لبدا محوك الربا مركا عافمات هي فرصة عافمات هي فرصة إن لا يسلها لو يضبت يسوح عن كربا بولي إنك قبل ياجي لأبلغ في علم الشريعة مبلغا سأل علمك الشريعة ميل وقال دان وقت قال يا عافمات كاك كيف فايديس نين برشد علمك الشرعي حتى كيف فايديس لأبلغ في علم الشريعة
مبلغ يكون به لي للجنان بلاغ علم الشرع هذا المحل قرب شنا لقو قاريا إلهي ثالي أهاشيه سال لقوها لا برشد علم الشرع هذا. وفي مثل هذا أيو يري فلينافس أولو النهى من داس أوكالي وبرشد علم الشرع هذا هأطر تمام هو عقلك يقرأ كأصاحبك وحسبي من الدنيا الغرور بلاغه الدنيا لقد كتسوم أيو حيث قفل برشد علمك فما الفوز إلا في نعيم مؤبد به العيش رغد والشراب يساغ وحل صعده وجنة وخلود وإلهي ذالي عاشه وضد لقد قرأنا وحويان ووضد برشد علمك إمام الشافعي رحمة الله عليه وكهض لي نفسي سوح لي حفظت القرآن قرآن كأيان حفظي وأنا ابن سبع سنين أنا تدبتشرة وحفظت الموطأ كتاب موطأ إمام مالك نوحا حفظي وأنا ابن عشر سنين أنا تدبتشرة أيان حفظي وكان يقول أيضا لما ختمت القرآن إمام الشافعي ورجي لما كان قرآن كختمي دخلت المسجد مساجد كان قبل كنت أجالس العلماء علماء أيام الفريسنج وحي أخرين أيام من دقائجري كنت أسمع المسألة فأحفظها مسألة أيام مغلى يمركب من حفظيني هو يدي ما هي سنبو إمام كلية هي وحي يجوي بصبوب إيو وراق إيو قلم إيو وحن علمك كوك هيدو كوكورو وحي يجوي بصبوب يدي ما هي سن بس عيش من دقائجري وان حفظيجري وكنت إذا رأيت عظما يلوح مركان أركو اللف مال كيفتي ميسو سوق هذه شري فأكتب فيه علمي قايم كبرج فإذا امتلأت مركي مدى يقبو حسنتو طرحته في جرة كانت لنا قديما مال يروي قولي قينا كمد أه وعلاقت اللغو توري جرو لديك شري وان كتورا شري الكابي يقولوا رجري بولي إمام الشافعي نشأ يتيما فقيرا أقوان تنمو يفقر أيوه صوقوري مع ذلك إمام يسوع نفتي سكال ليحليه لم يكن لي مال حول مهيس وكنت أطلب العلم في الحداثة أي في مستهل العمر علمي أنا وحان ضلبي أنا غير وعمري جيبا صدحي 8 سنة أو نقعد 6 سنين ابن أبي حاتم شيخ الله يدعوه أيا وحليه سمعت المزني مزني أيوه كم مغلي يقول يصغل قيل للشافعي إمام الشافعي أيوه لقولي كيف شهوتك للعلم شهوة وحلنا والرغبة الشديدة لشيء قفكو إنه سئادة متشعلاده شيء أيالي هذا شهوة شهوة علمك أضو هيصا يجعلك أضو قبط بالنوس فيما لقولي إمام الشافعي وحولي إمام الشافعي أسمع الحرف حرف كأيان مقلي أي الكلمة كلمة أي كوضايا لم أس مما لم أسمعه كلمة سنن هرغو مقلي بيدك تيدو مقلي فتود أعضائي حبناها يقولن باوحي جعلانا أن لها أسماعا إني دقيل لهايين تتنعم بما تنعمت به الأذنان سيقرى حيستان وحاي دقو حيصنيا وفي صوت جعيل كوّق بإمام الشافعي علمك أيوه كصفين يا إن حرنه صعدنا يجعلان لهايين إن الدقن نقل لهايين سيقول راحي سن لهايين وحا عصر يا أقوانتا قصو كر ليسا إي دقيه سمق ليا وحا إمان كالويدية كيف حرصك للعلم تدارك علمك وحي سنة بل ناصف يا لبويل وحلوا حرص الجموع المنوع حرصك يدلال كانو هايو وحرصك نك جموع منوع أو حوله هاي جموع المنوع وحل هذا هو الذي يجتهد في جمع المال من كل حد من وصوب وروح حولها كسو أرورنا يمير وربا ثم يبخل به هذا لك بخيله روح جعيلك يدلالك وحولها أهيو دلال لك أيان أهيا ورجري علمك وحلو يدي إمام الشافعي يوم
كيف طلبك للعلم؟ طلب هذا بالكور هذا هو علمي. وحري وطلب المرأة المضلة ولدها وهوين علمه ذي المصي رادين تاي رادين يسو دادال كاي كوب حين يسو انتو ليجي هاي إن لك أيام كوب حيا علم أبوي ولي بوا هويني ولد كاكل يلي هويني هل الملك وهل كي الملو ميسي دادال كاي كوب حين يسو إن علمها الرادي يسو يسو هشو iyo baadida asisiday u baadid doonayso dalalka cilmiga aanu hayaana intaas ayuu leeyahay ayuu imaam ku leeyahay hada huwa talabi lil ilmi talabkayga cilmiga waa kaas ku leeyahay imaamku maanta halkeen kale joognaa a'imada aynu ka waramayno iyo saxaabada aynu ka waramayno iyo innaga talabkeenna cilmiga aan dalbanayno intay rabbaliisu taagan tahay قدرت أروح إنه إنتي تاجنت هاي وقت جاء أكون بحناي إنتو تاجي هاي حولها أكون بحناي إنتي إن لجويا بل دب أينو السجون قانو أين السكو آخرينه